اكيد المدرب الوطني خافير كيميتي، ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. هو اكيد مدرب غني عن التعريف وخبره كبيره ومسؤوليه كبيره حقيقه تنتظر هذا المدرب في تصفيات كاس العالم. البدايه دائما ما كانتش حقيقه جيده للمنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم ذي سنوات، اعتقد انه عمل فيه المنتخب الوطني عندما حقق الفوز في اول لقاء امام منتخب ساو تومي برنسيب، بعدها حقيقه البدايه ما كانتش جيده، وربما اخيرا يعرفها كلمتي جيدا عندما خسرنا امام الكونغو الديمقراطيه في ملعبها في كينشاسا باربع اهداف دون مقابل. اهميه المباراه الاولى المفتاح، المباراه الافتتاحيه، لذلك بخبر خفير كلمتي ماذا اعدت لهذه المباراه؟ وماذا يعرف عن منتخب غابون؟ Bueno, yo no soy de los que cree que no se gana por mala suerte. وما تعرفش الحزاقية 2002 مثلا الحدود والحزاقية 2002 ولا مرت الكونغو الماضية تاع بداية المشوار. Hay muchas más cosas, pero yo recuerdo la vez anterior que yo fui con el equipo a Congo a jugar y perdimos 4-1 y éramos un equipo que empezábamos a estar muy bien y el día que nos tocó jugar en Congo faltaron 5 jugadores. هذيك الفترة كان واجهتنا مشاكل حتى كان في غيابات لعبة رياضيين 6 رياضيين ما لحقوش معنا في المنتخب. Entonces jugar con un equipo que nos faltan 5 titulares, que somos un equipo más modesto, pues en Congo nos resultó un partido muy difícil y perdido. طبعا كانت المباراة تاع المنتخب الكونغو كان في غيابات 6 رياضيين مؤثرين أساسيين. Ahora yo creo. كنا منتخب قوي يعني. Ahora yo creo que bueno, unos años después tenemos ahora una fase de clasificación para el Mundial. Donde están los mejores equipos de África. Y nosotros, Surati. Y el estado de los jugadores, aunque hay que felicitar a todos por el esfuerzo que están haciendo. El campo, tenemos jugadores que juegan en Benghazi y han estado jugando en ese equipo. طبعا احنا عندنا رياضيين يلعبوا في الدوري في بنغازي لما عندهم خبره في الملعب هنا يعني. Para jugar en casa. مش احنا نلعبوا في ارضنا. No creo que nos va bien ese tipo de campos por el equipo que tenemos. طبعا الفريق بتاعنا احنا يكون ملعب يكون يعني عشب طبيعي يعني افضل يعني الفريق. Pero sí creo que estamos más acostumbrados que Gabón. لكن الشيء زي ما قلت احنا متعودين على الملعب اكثر من منتخب الجابون. Gabón viene de Europa y creo que. منتخب الجابون الرياضيين كلهم جايين من الدول الاوروبيه. Creo y espero que les perjudique un poco más. يعتقد ان هم حيكون في صالحنا اكثر من مصالحهم. هاي نوصل لمستوى. ان شاء الله هيك نطلع احنا رابحين في الشيء الاول. نفسي للاعبين طبعا هو كثير كان صعب على المستوى الفني والبدني كان في تركيا. El espíritu y la disciplina con la que entrenan es digno de mirar. Y el trabajo con las posibilidades de mejora que tenemos, ellos van a por ella. Están luchando por ella, pero es muy difícil empezar a entrar que si Budapest o o quien sea no viene a la selección, o si viene, yo tengo la doble misión, primero lo largo que es el mundial, y segundo, lo que pretendemos es clasificarnos, pero él es el campeón, está Egipto o está Gabón. Son tres. Tanto los jugadores nuestros saben que se van a enfrentar a ellos. والرياضيين بتاعنا جاهزين للشيء هو عارفين من حيواجهوا الرياضيين يعني يلعبوا في مشهورين يعني نقولوا في الدوريات الاوروبيه. Solo un ejemplo de Gabón. مثلا منتخب الجابون يعني مثلا منتخب الجابون. La gran figura
الناس بتاعهم يعني غير بوبولار ما رفيرو ديغامون ايش هو الميا يعني الناس مشهور يعني معروف في العالم او الميا بال ماس كي تو لوس موريستا دي ليغا فوتو او مير متنسى بتاع عرضه بالضبط انه هي يعني ما السعر هو بتاعه في في نادي كبير مثلا لك الرياضي بتاعنا مش حي يكون متخوفين منه يعني الجمهور ما هو يشوف بيش انت بقى كمان الجمهور شو هو الرياضي بتاعنا عارفين انه حاجه مش يقول فوق حبيب يبقى يفوز يعني ما فيش خوف يعني عارفين الشيء هو احنا يعني الناس الرياضيين محترفين موجودين زي المنتخبات عما في اوروبا لكن احنا الرياضي بتاعنا ما فيش خاص يعني مش موجود عندنا يعني ما نفضل الانتوزيازمو اي mucho menos tenemos miedo a ninguno يعني الرياضيين vamos a ser valientes y vamos a ir al rey الرياضيين من الامور النفسيه كتلاعب بيخشوا بقوه يعني ما عندهمش خوف من ما عندهمش خوف من المنتخبات عما con el que Nacho antes preguntas, porque él ha dicho que contra Sudán jugamos bien. Usted dice que contra Sudán mal. Usted dice que mal. Cada uno que opine lo que tenga que opinar. Y otra cosa que no es correcta, que usted ha dicho, es que de los que hemos llevado a Turquía, هيا يوالو جوادور ريجيونال طبعا انا مش متفق معاك ان احنا فعلا رياضيين مصابين للمعسكر شي es cierto شي es cierto que ha ido algún jugador con molestias que al tercer o cuarto día se han recuperado que eran molestias normales يعني في رياضيين pero lesionado ninguno ما فاش ولا رياضي مصاب مع المنتخب التركي el único تركيا ما فيش رياضيين مصابين حتى في الدوري اثنين لو دامستيروس مستر عند بوسي يعني سمسراتي Bueno, yo creo que Budapest y Mirzati son buenos jugadores. Yo he visto a Budapest, les he visto a los dos jugar. Me parecen buenos jugadores, pero cuando tengo cuatro jugadores y de los cuatro tengo que llevar dos, llevo a los dos que considero mejores. Pero eso no significa que los dos que no he llevado no sean buenos. Los centrales, yo creo que llevo los mejores centrales que hay en los equipos de Lima. افضل دفاع موجود في الدوري شو لو استخدام افضل دفاع موجود في الدوري الليبي حاليا هم موجودين معنا في المنتخب يعني زي شو لو استخدام من الدوري الاخر في الليبي طبعا نفس المدافعين هم يلعبوا في علي علي النصري علي تريبولي الانديه ممتازه في شو لو الاخر في الليبي يعني الدفاع مثل نادي الاهلي بنغازي نادي النصر نادي الاهلي طرابلس نادي الاتحاد مدافعين موجودين معنا يعني también le decir que igual hay algún otro central que es muy bueno y no lo he llevado porque tampoco puedo llevar nueve centrales. Yo creo que el equipo que tenemos es muy bueno. Tres solo. ثلاثة فقط يعني ضربات جزاء. Pues tres, claro. اوكي ثلاث ضربات جزاء. ابدا ما نحن حتى ننصف الاتحاد الليبي والطاقم الفني والاداري هذه مباراة السودان هي كانت ليست البداية الفعلية للمدرب خاطر كلمتي بأنه هو جاء في وقت ضيق وزر. مباراة السودان حصلنا فيها أربعة أو خمسة أهداف كانت محققة كانت هي انتهى المنتخب الليبي لكأس العالم. طبعا سؤالي للمدرب قابل الكلينيكي هو شنو؟ هو خروجها كان من بوابه تصفيات يعني مباراه الكونغو والعوده الفعليه للمنتخب الليبي من تصفيات، هل ستكون المدرب قابل الكلينيكي رده ايجابيه وتصفيه حسابات مع الجمهور الليبي؟ لا هو يقولوا كي para lo que pasó. Lo que sí me gustaría decir es solo una cuestión. Que no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo creo que si mañana nosotros pudiéramos jugar
con el estadio lleno de hinchas. طبعا انتم كان عارفين ان الشيء هو كان احنا عندكم على فكره ولا لا كان غدوه الملعب يكون معبي بالجمهور مثلا الجمهور نلعبوا في ارضنا نشتروا نيفيل دي فوتبول مش مايور اكيد على المستوى بتاع الفني بيكون اكثر يعني لان كونترا كونغو لا vez anterior que me despidieron después del 4-0 aquel مباراه كونغو طبعا انت كان مفك عقده مع الاتحاد الليبي السابق بتاع خسرنا 4-0 No solo nos faltaron cinco jugadores. ¿Macanús no accedió a la cárcel y a Dien Fakati? Que son cinco, es la mitad de un equipo. Es que jugamos en Congo con 40.000 congoreños. كنا نلعب ضد حتى الجمهور كذلك في الكونغو يعني 40,000 مشجع كان ضدنا في مباراه الكونغو. Nosotros jugamos todos los partidos en Túnez, Egipto, Marruecos. طبعا مباراه التصفيات con cero público. التصفيات الماضيه كنا نلعب في فتره شغله هو كنا نلعب ضد المنتخبات كلهم في دوله تونس في دوله مصر من غير جمهور يعني ما كانش الجمهور معنا يا شجعنا يعني. Somos un equipo que nosotros sí que peleamos nosotros contra todos. واحنا كنا شنو كنا نكافحوا في كل الاشياء هي يعني في المنتخبات تلعب بين ارضها وبين جمهورها وجمهورها احنا كنا نلعب ضد المنتخبات بغير جمهور المده اللي كان يشتغل فيها الماضيه يعني نو تينيموش نيكون افيشيوناو فابور نوستر ان كامبو ما فيش حد مشجع علينا حتى في طول الفورتا سيرادا كنا نلعب ملعب مسكر يعني من غير جمهور اي كوندو فايموش ايجيبتو كوندو فايموش فابور كوندو فايموش مصر ولا نمشي انغولا ولا انغولا با بير 15000 او 20000 من الكيبو كونترول بيكون في جمهور يعني Pero nosotros vamos a ver si somos los campeones del grupo. Yo he estado en dos mundiales. En la fase final. En Estados Unidos y en Francia. في كان متواجد مع المنتخب الاسباني كان في سنه 94 في امريكا وفي 98 في فرنسا. طبعا هو تو يتكلم حتى مع الرياضيين بتاعه يقول لهم راه تواجد في كاس العالم يعني شيء جد رائع يعني. ايش هو المونديال؟ احسن حاجه يعني في الحياه انك تلعب في كاس العالم يعني. اي كي بارا البايس ايش امبورتانتيسيمو. والحاجه هذه مهمه حتى كجمهورنا احنا وبلادنا يعني نكونوا متواجدين في كاس العالم. Sabemos las dificultades que tenemos. لكن عارفين الصعوبات يعني una muy importante es que no tenemos al público. لكن هو شيء مهم جدا انت تقول على الجمهور واحد منا مش احنا نبغوا الجمهور يكون معنا يعني في الملعب يعني يشجعنا. Los demás tienen su público. طبعا انت المنتخبات كلهم اللي يلعبون كلهم متواجد فيهم الجمهور يعني. Nosotros siempre vamos solo. دائما احنا كنا نلعبوا دائما من غير جمهور يعني. No estuvimos mal contra Sudán. Pero bueno, a Sudán también era un partido importante para la selección. Que nosotros perdemos los 6 o 7 jugadores que son de los buenos. Pues vamos mal invitados, ¿no? Con respecto a ahora. El proceso es un poco diferente, ¿no? La competición, por eso hablaba antes Ramón, la competición importante que es la del Mundial, tiene que ir de acorde con una buena planificación de los partidos de la Liga. يعني ضروري حتى السيد رامون يعني بيجيب النقد نديروا الرزنامه للدوري الليبي يعني في الدوريات الليبيه في هذه السنين يعني تكون قاعده لنا كمنتخب الاول. Es decir, nuestros jugadores para jugar ahora la Copa del Mundo en el mes de septiembre. طبعا الرياضيين بتاعنا بنبدا 1/9 ان شاء الله تصفيات كاس العالم في المنتخب الليبوني. Hubieran necesitado tener un descanso de verano después de la Liga de Libia que ha sido dura. طبعا انتم عارفين الدوري الليبي اللي فات كان دوري جد صعب يعني كل يومين مباراه para tener un descanso y luego empezar otra vez para prepararlo. Pero no obstante, bueno, con las posibilidades que ha habido, el equipo pues, se ha preparado y está
aunque unos han entrenado mucho, otros han entrenado poco porque no han tenido tiempo o porque los clubes no les han dejado venir. Por tanto, hay siempre un vaivén de que hoy puedes o no puedes. كانوا استريحوا اسبوع فقط يعني والتحقوا بالمنتخب وفي رياضيين يعني اللي ما ترشحوش للنهائيات يعني كانت عندهم فتره راحه يعني نقولوا طويله شويه. كتبنا عليه الشغل هو في المعسكر. الليكيبو هو اللي شوتس انترنالو بين طبعا وسعيد جدا بالرياضيين بتاعه لان الرياضيين بتاعه بذلوا المجهود ودربوا كويس في المعسكر. يشكروا العام معناها مول بارتيل ويراجي منهم انه قدوه يعني. El equipo tiene nivel, tenemos un equipo con nivel, pero nos faltan cosas. ¿No?